شكر يا رب. حاجات الصغيرة. والنبي يعلمك خلي الحمد لله معاك في كل تفاصيل حياتك، يعني طريقة النبي، اللايف ستايل بتاع النبي، إن الحمد لله موجودة معاه في كل حتة في الحياة. يعطس يقول إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. يأكل يقول إيه؟ الحمد لله. يصحى من النوم الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. يطلع من الحمام الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يجي يدعي يبدأ الدعاء بإيه؟ ثناء الله، بالثناء والحمد على الله. يختم الدعاء بإيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده النبي بيعلمك لا دي لايف ستايل، خليك ماشي مع الحميد طول ما أنت بتتحرك في الدنيا. يلبس لبس جديد الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني. الله 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 الله، ده النبي ده كلمة الحمد لله. يشرب مية الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا. ده واخد باله من ده، بيحمد على التفاصيل الصغيرة يا جماعة، ده بيمسك اللقطات الصغيرة. مين يعيش بالطريقة دي يعني؟